يأتي العيد ويذهب آخر، بينما تستمر آلة الحرب، وهو ما لم يجد فيه اليمنيون من وقت ليلتقطوا فيه أنفاسهم أو يشعروا بقليل من البهجة. فسحة العيد أو هي ما تحولت بسبب حرب الجماعة الإنقلابية إلى مجرد ذكرى عابرة بالنسبة للمواطنين، فلا عيد في ظل الحرب ولا أفقا لنهاية قريبة لصراع يسرق الحياة سنة بعد أخرى وعيدا بعد عيد، وتتضاعف فيه معاناة الناس إن عدمت الخدمات وتفاقمت مشاكلهم الاقتصادية والصحية، كما ساهم الارتفاع في الأسعار بغياب الفرحة بالنسبة للمواطنين، وحرم الكثيرين منهم الانخراط في تفاصيل العيد. هنا في مدينة تعز خرج الناس لأداء صلاة العيد، حيث تعلو تكبيرات الصلاة بينما تتزامن أصوات الاشتباكات والقصف في الجبهات مع أصوات المصلين. أما في مأرب تقول المعلومات إن منصات الباتريوت اعترضت صاروخا باليستيا في سماء المحافظة وأسقطته قبل أن يبلغ هدفه. البيضاء وحجة وشبوة لا تهدأ المعارك فيها حتى تعود إلى الواجهة مجددا، بينما تتكبد فيها الميليشيا خسائر فادحة، عوضا عن الآلاف من القتلى والجرحى المدنيين الذين سقطوا فيما مضى بحرب دفعت ميليشيا الحوثي وصالح البلاد إليها، ثم ظلت تعمل على حصد أرواح عناصرها قبل خصومها وتستنزفها عسكريا واقتصاديا، في وقت أسقطت كل دعوات الحل السياسي خلال سنة في مراوغة مكشوفة لم تحقق فيها سوى المزيد من نزيف الفرص بالركض خلف معتقدها أنها أهل لحسم المعركة والاستفراد بالسلطة والثروة. ذلك شأن الميليشيا إذن في العيد أو في أي وقت آخر لتختبر بهجة المواطنين، لكن على ما يبدو طال الاختبار في ظل حرب اغتالت حارس الفرحة المغدور، فرحة العيد.